السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية دايما لما تتعرف على أي شخص جديد بيكون في قواعد لازم تحترمها لو انت عايز تظهر شخصيتك بشكل كويس وانك تحافظ على الجاذبية دي بالنسبة للشخص اللي انت اتعرفت عليه. في الفيديو ده هقولكوا على 4 أخطاء لازم تبعد عنها تماما لو اتعرفت على شخص جديد، بس متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أول غلط لازم تبعد عنه هو انك تقول كل حاجة من البداية. لازم تعرف ان بداية التعارف هي مجرد بداية تعارف، بمعنى انك مش لازم تكشف كل اللي عندك ومش لازم تحكي على كل حاجة في حياتك من البداية. انت لو حكيت عن كل حاجة في البداية فانت كده بتحضر للنهاية. لما يعرف الشخص ده كل حاجة عندك من اللحظة الاولى فانت كده بتمنعه من انه يبقى عنده فضول من ناحيتك، من انه عايز يكتشف شخصيتك اكتر، لانك بالفعل كشفت ليه كل حاجة من غير ما يطلبها ومن غير مجهود منه. عشان كده في البداية حاول تقول عن نفسك الاساسيات بس، زي اسمك او المكان اللي انت ساكن فيه او مكان شغلك، وخصوصا الاسئلة اللي بيسألها لك الشخص ده جاوب عليها بس من غير مبالغة في الإجابة. ما تدلوش تفاصيل كتيرة جدا هو مش عاوزها وهو ما طلبهاش. خلي بداية التعارف ما تعديش حدود كونها بداية، لأنك لو حكيت كل حاجة خلاص نهاية الموضوع، لأنك هتبقى في نظر الشخص ده مندفع جدا، ودي نقطة مش في صالحك خصوصا في البداية. الخطأ التاني اللي ممكن تقع فيه هو انك ما تكونش حقيقي ابدا. بمعنى لما تتعرف على الشخص ده في اول محادثة بينكو هتلاقي نفسك بتبني افكار انت مش مقتنع بيها، بتلاقي نفسك بتتصرف بطريقة وباسلوب انت عارف انك مش هتفضل تتصرف بالطريقة دي على طول. يعني مع الوقت هتلاقي نفسك مليت منها، تتقبل حاجات انت مش مقتنع بيها. من المهم جدا انك ما تحاولش تتصنع شخصيتك، لازم تكون شخصيتك اللي بتتعامل بيها مع الشخص ده حتى في بداية التعارف شخصية حقيقية جدا. طب ليه؟ لانه مع الوقت الشخصية المزيفة دي هتختفي، فبالتالي هيحس الشخص ده انك اتغيرت. الخطأ الثالث هي فكرة انك تسأل اسئلة تكشف بيها نفسك او تكشف نواياك. يعني مثلا تسأله من البداية انت بتقبض كام، كده انت خليت الشخص ده يفهم على طول انك انسان مادي جدا بتدور على شخص معاه فلوس. او مثلا تسأله مستواك الدراسي ايه، معاك شهادات ايه، على طول هيفهم انك بس بتدي قيمة للناس اللي عندهم شهادات واللي عندهم مستوى تعليمي معين. انت كده هتخلي الشخص ده هيحطك في دايرة معينة هو مش عاوز يكملها. الغلط الرابع هو انك تبدأ بتعريف نفسك من خلال انجازاتك او من خلال الحاجات اللي بتمتلكها. مثلا انك تقول للشخص ده انا عندي عربية معينة، انا بشتغل في مكان كذا، من غير ما يسألك اصلا عن اي حاجة. انت مش لازم تعرف نفسك كده، مش لازم تقول عندي وعندي وعندي، لا، انت تعرف نفسك بناء على شخصيتك، خلي شخصيتك هي اللي بتتكلم عن نفسك. طب ليه؟ عشان كده هيبان انك واثق جدا في نفسك، وده اللي لازم تعمله. الحاجة الوحيدة اللي لازم تتباهى بيها هي شخصيتك. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.